يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة الذين يحتمون من القصف الإسرائيلي المكثف الذي أودى بحياة الآلاف من نفاذ المياه النظيفة، ويواجهون مخاطر صحية متزايدة مع تعطل الخدمات العامة وإغلاق المستشفيات، ناهيك عن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل. لا يمكن حصر الأزمات الإنسانية التي تلاحق سكان قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، حيث بدأ الجوع والعطش يلاحقان سكان القطاع، إذ لم تستثني الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة أي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وممارسة العقاب الجماعي بأشكاله كافة، خاصة عندما يرتبط الأمر باستخدام المياه كسلاح لخضوع المدنيين وفق الأمم المتحدة. في الوقت الذي تواصل منظمة الصحة العالمية إطلاق التحذيرات بالنقص الوقود الذي تسبب بإغلاق محطات تحلية المياه، وبالتالي سيزيد خطر انتشار الأمراض الوبائية نتيجة شرب الناس للمياه الملوثة. وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، فإن قطاع غزة بات مسرحا للموت والدمار، ولم يعد هناك مكان آمن وسط خشية الناس على حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على إطعام أسرهم. وبعد أن أصبحت الظروف بائسة على نحو متزايد، تأمل المنظمات الدولية والفلسطينيين الباحثين عن الخبز والمواد الغذائية الأساسية الأخرى أن تستجيب إسرائيل للدعوات العالمية المطالبة بوقف إطلاق النار وفرض هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين من جحيم الحرب.